نظمت وزارة الصحة بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي حفل تسليم 5 جامعات في مملكة البحرين لشهادة الاعتماد كجامعات صحية بحسب المعايير والاشتراطات المعتمدة. وبهذه المناسبة أوضحت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أن من أبرز أهداف الجامعات الصحية هو تعزيز السياسات والتخطيط الصحي المستدام في جميع أنحاء الجامعة وتوفير بيئة عمل صحية وبيئة تعليمية صحية وضمان بيئة مادية واجتماعية صحية ومستدامة وتشجيع اهتمام أكاديمي أوسع بالتطورات في مجال تعزيز الصحة. من جانبها أشادت الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن دعي الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بالدور الكبير لمؤسسات التعليم العالي في توفير البيئة الصحية المناسبة لكوادرها التعليمية ولطلبتها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد البيئية. إلى ذلك أشاد الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بجهود مملكة البحرين وحرصها على مواصلة العمل لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز الممارسات الصحية التي تقوم على مبدأ تحسين الصحة للجميع. نفتخر اليوم بإنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين، 5 جامعات في آن واحد يتم تكريمهم وتسليمهم شهادات كجامعات صحية بعد استيفائهم لكافة الاشتراطات، ولأول مرة على مستوى إقليم شرق المتوسط يتم اعتماد 5 جامعات في آن واحد من خلال دعم الكثير من الروابط سواء على المستوى المجتمع أو من خلال تبني العديد من المبادرات اللي تعزز الأنماط والسلوكيات الصحية والتفكير الصحي مما يعزز جودة الحياة وأنماط الحياة اللي تقلل من المرض والوفيات بإذن الله. حضرنا اليوم حفل تسليم الشهادات المعززة للصحة من قبل منظمة الصحة العالمية لخمس من مؤسسات التعليم العالي وهما جامعة البحرين للتكنولوجيا، RCSI، الجامعة الأهلية، جامعة المملكة وجامعة الخليج العربي. وطبعا هذه احنا نفخر ان احنا حصلنا على 5 جامعات في وقت واحد. لم يسبق ان حققت دولة في وقت قياسي اعتماد ل5 جامعات دفعة واحدة. احنا فخورين جدا بهذا الدعم اللي تحصل عليه القطاع الصحي في مملكة البحرين واللي يحصل عليه الجامعات ايضا في مملكة البحرين. وهي اول دولة في اقليم شرق المتوسط تحصل فيها 5 جامعات مرة واحدة يعني على هذه الشهادة. ونسعى من خلال هذا البرنامج أن ننشر قصة نجاح البحرين وجامعات البحرين في الحصول على هذه الشهادة إلى دول أخرى في الإقليم وخارج الإقليم.